بسم الله، النهاردة ميعادنا مع آداب تعمل تقرير بشكل حلو أو بتحول السكادول لشكل حلو من شركة أرشي جرافيكس. البرنامج هو تريبورتس، بيبدأ يقول لي اختار سكادول من السكادولات ديت، وليكن مثلا الويندو، وبيقول لي ده انكلود ديت، حط التاريخ. التاريخ هيبقى في الأول ولا في الآخر؟ الصفحات هتبقى عاملة ازاي؟ المساحة الفاضية هتبقى عاملة ازاي؟ لو عايز تحط لوجو، حجم الطباعة، الستايل عايز يبقى شكله ازاي؟ الهيدنج هيبقى شكله ازاي؟ الهيدر، اللغة، التيبل، الكولوم، كل الحاجات دي بعد كده تقدر تصدرها للبي دي اف أو الوورد، أو تطبعها أو تعمل له بريفيو. شوف شكل الريبورت هيبقى عامل ازاي.